حصد مجلس المناقصات والمزايدات على جائزة تميز في فئة القيم والأخلاقيات في مجال المشتريات من المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد وقد تسلم الجائزة سعادة المهندس السيد جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات وذلك خلال مؤتمر وحفل جوائز التميز الذي أقيم في مدينة الرياض بحضور أكثر من ألف مشارك من مختلف دول العالم من المختصين وصناع القرار في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في القطاع الحكومي والخاص وشركات الانظمه التقنيه المتخصصه الاقليميه والدوليه المهتمه بقطاع المشتريات